السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في البداية تقول الله صلى على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي. مقطعنا اليوم عن حزمة الطاقم لشهر مايو، كيف نقدر نتحصل عليها مجانا وكيف نقدر نتحصل على المكافآت الإضافية. هشرح كل شيء بالتفصيل، فقبل ما نبدأ المقطع أتمنى أي شخص ما اشترك في قناتي يشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب X2X2 للمعلومية. كود الايتم شوب كل 14 يوم يختفي تلقائيا من متجر العناصر. اتمنى اي شخص يتاكد انه الكود موجود او لا، واهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك. خلينا نبدا بالتفاصيل. في البدايه خلينا اعرض لكم الاعلان الرسمي للحزمه. صراحه السكن حلو، بس مخربينه في موضوع الايادي الحديد هذه. لاحظوا معايا السكن اللي معاه، السكن هذا كثير من المسربين قالوا انه حيكون حزمه الطاقم لشهر يونيو، يعني الحزمه اللي حتيجي بعد هذه. انا مقفل الصوت بس علشان ايش، احنا في رمضان فيها موسيقى وفيها دقات كثيرة. طيب خليني اعرض لكم عناصر الحزمة. عندنا حقيبة الضاد، عندنا السكن، وعندنا الاكس، وكمان معها الفي بوكس مجانا، وكمان بالاضافة الى بطاقة المعركة مجانا. طيب اللي بيعرف اسماء الاشياء، عندك الحقيبة اسمها لكمة مضادة، السكن اسمه ساوند تباو، وعندك الاكس اسمه كاسحة الغام القوس، وعندكم شاشة التحميل مجانا. اذا انت اشتركت في الحزمة حقت شهر مايو هتحصل على شاشة التحميل مجانا بالاضافة الى موسيقى لوبي. تمام. طيب انا سويت لكم عرض كامل الحزمة بطريقة افضل. عندنا هذا السكن، حقيبة الظهر هذه مو بطال صراحة، وعندكم الأكس، وعندكم آخر شيء شاشة التحميل. طيب في كل حزمة أنزل مقطع عنها بيجيني أسئلة كثير في التعليقات. أنا سويتها بطريقة حلوة علشان الكل يستوعبها ويفهمها. أنا سويت السؤال، حقرأ السؤال وحجاوب عليه كأنه يعني المتابعين اللي بيسألوا وأنا بجاوب علشان الكل يعرف إجابة لسؤاله. طيب السؤال الأول، موعد الحزمة. موعد الحزمة حيكون في 1 مايو، يوم 30 أبريل، يوم السبت. أما يجي الأيتم شوب في الليل حيتغير يوم جديد، فيعني يوم السبت إن شاء الله مع تغير الأيتم شوب حينزل معانا الحزمة في متجر العناصر. فهمتوا كيف؟ طيب سعر الحزمة، سعر الحزمة حيكون 12 دولار أو 54 ريال سعودي. السؤال الثالث، كيف أحصل عليها مجانا؟ الحزمة هذه إذا أنت اشتركت في حزمة شهر أبريل، يعني بداية اشتراكك فيها، هتحصل على الحزمة هذه مجانا. تمام؟ إذا أنت بداية اشتراكك في أبريل، هتحصل على هذه الحزمة مجانا. بس لاحظوا معايا وركزوا معايا تمام، إذا أنت أخذتها مجانا، ما هتحصل على شاشة التحميل وأغنية اللوبي ما هتحصل عليها. لكن إذا أنت اشتركت في حزمة شهر مايو، بداية اشتراكك فيها هتحصل على شاشة التحميل وعلى أغنية اللوبي مجانا. فهمتوا كيف؟ طيب السؤال الرابع، أنا مشترك في حزمة شهر أبريل، ليش إلى الآن ما جاتني مجانا؟ طيب أنت ما هتحصل عليها مجانا قبل الناس. إذا أنت مشترك في حزمة أبريل بداية اشتراكك فيها، أول ما تنزل الحزمة الجديدة في متجر العناصر يوم 1 مايو هتحصل عليها مجانا، يعني مجرد انك تطفي اللعبة وتشغلها هتحصلها امامك مجانا. فهمتوا كيف؟ طيب السؤال الخامس، اذا اشتركت في حزمة مايو هل احصل على بتلباس السيزن الجديد مجانا؟ صراحة الاجابة هذه 50% ايوه و50% لا، بس اللي انا متأكد منه انك ما هتحصل عليه مجانا. هتسألوني ليش؟ هقول لكم، السيزن باقي له 40 يوم. فهمتوا كيف؟ يعني في عندنا حزمة مايو، بعد حزمة مايو هتيجي حزمة ثانية اللي هو شهر يونيو. فإذا أنت اشتركت في حزمة يونيو هتحصل على البتل باس السيزن الجديد مجانا. فهمت كيف؟ طيب السؤال السادس والأخير، ليش ما جاني تعويض قيمة البتل باس؟ هذا السؤال دايما يجيني في التعليقات. لاحظوا معايا، إذا أنت أخذت تعويض في السيزن ما تأخذ تعويض ثاني، يعني في السيزن كامل ما تأخذ إلا تعويض مرة واحدة. يعني أنت كان معاك البتل باس واشتريت حزمة الطاقم وعطوك
تعويض قيمة اللي بتلبس 950، إذا اشتركت في حزمة بعدها ما يعطوك 950، التعويض تاخده مرة واحدة فقط في السيزن كامل. فهمتوا كيف؟ ركزوا في هذا الشيء تمام؟ هذه الأسئلة اللي دائما تجيني، لكن إذا عنده أحد أي استفسارات ثانية يرسل لي بالتعليقات، أنا أجاوب على جميع التعليقات. كده وصلنا لنهاية مقطعنا، أتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود الأيتم شوب X2X2، وأهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك، وإن شاء الله نتقابل في مقطع آخر، وفي أمان الله.